بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا، غيرت فكرة التعليم في العالم كله، ومهمة جدا أكتر لدولنا العربية والإسلامية والدول اللي هي عايشة في مناطق فيها مشاكل. الموضوع ده اللي هو الموك. إيه هو الموك؟ هي كلمة بسيطة جدا، مختصر 4 كلمات: ماسف أوبن أونلاين كورس. تمام، ماسف يعني هائل، يعني احنا الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها دي مش بتفيد واحد ولا اتنين، لا ده بتفيد عدد كبير جدا من الناس. وهنشوف ازاي. اوبن يعني حاجه ايه؟ مفتوحه للناس كلها، ما بقدرش امنع حد فيها او اقول له لا انت ما ينفعش تدخل. اونلاين يبقى على النت. كورسات يبقى احنا بنتكلم في كورسات. المفتاح بتاعنا ان التركيز بتاعنا على الكورسات. يعني ايه؟ وايه معنى كل كلمه فيهم من الكلام دوت؟ كورسات، احنا عايزين ندي كورسات، تمام، بس بغير الطريقه التقليديه. الطريقه التقليديه ان انا ببقى موجود في الفصل وبيبقى قدام مثلا 5 6 قدام 10. انا عندي الفصل بتاعنا كان 80 واحد، في فصول تانية كانت بتوصل ل 120، 3 متر في 3 متر، فقابلني لو حد فهم حاجه او حد ركز. لا، ده انا عايز اوصل ادي كورس يحضره مثلا 100,000 واحد، وفي نفس الوقت كل واحد قاعد على الكرسي بتاعه ومستريح ومركز معايا وبشرب نسكافيه وما عندوش اي مشاكل خالص. ازاي ده بيحصل؟ تعال ناخد الكلمات تاني واحده واحده. ماسف ان انا اوصل لعدد كبير جدا من الناس، يعني ممكن يحضر لي مثلا 1,000,000 واحد. تمام، اللي بدا الموضوع دوت كان دكتور في الجامعه وبيشرح، وقال لك بدل ما اخلي السجع عندي في الفصل، طب وليه ما اخليش الموضوع كله على النت، اسجل المحاضرات واحطها على النت وناس تدخل تتعلم، ومثلا يبقى في امتحان بسيط بعد الكورس اللي يعديه ياخد شهاده. هو فوجئ بان ارقام كتيره بتوصل له. هو كان مثلا فاكر ان هيجي له مثلا 1000 واحد، يا 1000 واحد حضر لي. تمام، لا لا، ناس بتجي له من جميع الدول وناس من مختلف الاعمار، وممكن واحد مثلا مش قادر يدخل الجامعه بس عايز يستفاد معلومات. يعني ممكن تكون في مشكله عائق ان هو مش قادر يتعلم لان معهوش فلوس. لا، ده خلاص الموضوع ده اتحل. بقى تخش على النت، كورسات موجوده ببلاش، في بعضها بيبقى بفلوس، في بعضها بيقول لك اسمع كل حاجه ببلاش وامتحن وبس، الشهاده تاخدها تدفع عليها فلوس. تمام، وانا بقول لك يعني ركز ان انت تستفاد. وشهادات، في شهادات كتيره موجوده على النت ببلاش. انا فاكر ان السنه اللي فاتت دي تقريبا خدت لي 30 شهاده، هم شهادتين اللي دفعت فيهم فلوس وتقريبا مش عارف $10، يعني شيء لا يذكر، يعني ما تحسبش. تمام، بالنسبه للفائده اللي عاد على الواحد ان هو اتعلم منها كتير. تمام، فهو الماسف ان انت بتقدر توصل لعدد كبير جدا من الناس. الاوبن انها مفتوحه. تمام، يعني احنا عندنا مثلا في وطننا العربي في احدى جامعات هندسه بيدرسوا لغه انقرضت. تمام، يعني لغه برمجه ما بقاش حد الشركه نفسها بتقول لك مالهاش لازمه، احنا انسحبنا من السباق وفي لغات تانية احسن. لا، فهم لسه بيدرسوا حاجه قديمه. في ناس تانية بتدرس مناهج قديمه في طب وفي زراعه وفي كل الحاجات، تلاقي حاجات كتيره جدا ما اتحدثتش. لا، انت ممكن تدخل على جامعه هارفورد تلاقي الدروس كلها تقدر تسمعها زي ما اي طالب في امريكا، زي اي طالب دافع مصاريف هناك، وتستفاد منها وممكن تاخد شهاده بالكورس دوت. تمام، اللي احنا بنتكلم فيه انا واثق ان هو مش نصب، لان بالدليل ان انا مش هاخد منك فلوس خالص، ان انا ولا المراكز ديت هتاخد منك فلوس. فخليك واثق جدا، الناس دي هدفها بس ايه؟ مصلحتك، وهدفها ان هي تطور التعليم. تمام، والموضوع لذيذ وشيق، وبتحس ان انت بتتعلم كل يوم حاجه جديده. يعني انت ممكن كل يوم تخصص نفسك ساعه، تلاقي نفسك بدات تتوسع المدارك بتاعتك. انا ما اعرفش، كل واحد طبعا تخصصه مختلف، بس مثلا لو انت في مجال الهندسه هتلاقي اخر حاجه وصلت لها الهندسه، تلاقي نفسك بتعمل ابديت لنفسك كل شويه. يعني انك كل شويه بتروح تاخد كورس في الجامعه وانت قاعد في البيت بعد ما رجعت من الشغل وبتستريح، تبدا تشوف الحاجات دي. لو انت في طب برضه بتبدا تدخل تلاقي واحد مثلا في جامعه ستانفورد في اي جامعه بيدي شويه محاضرات، تبدا تسمعها وتبدا تهتم باخر حاجه وصلت لها الطب بدل ما تشرح حد غلط وبتاع. فربنا يكرمك، اهتم بالموضوع وحاول ان انت تنشر الموضوع على قد ما تقدر، اللي هو الموك. وفي جامعات اجنبيه زي كورسا، في ايدكس،
الحاجات ديت في اودومي، في كتيرة جدا يعني، في موقع اسمه ليست موك، ده هتلاقي فيه كل الجامعات موجودة، وبتعمل سيرش تقول والله أنا عايز أخد كورس في أي مكان ببلاش، في اختيار أنت تحدد بكام، عن مثلا النانو تكنولوجي تمام، وتخش وتشوفها والحاجات دي. في موقع بالعربي زي موقع رواق، زي في موقع ادروك تمام، الموقعين دول كويسين جدا. فكرة ببساطة جدا ان انت بتدخل بتشوف الموقع، بتشوف الكورس اللي انت عايزه، بتلتحق بيه، وبينزل لك مادة تعليمية مثلا فيديو مدته مثلا نص ساعة كل اسبوع لمدة مثلا 8 اسابيع، وبعد كده بيديك بعض الاسئلة بتجاوب عليها، بيديك شهادة، واهم من الشهادة ان هو اداك معلومات قيمة ملخص يعني. في كورس فعلا لا انساه، كان في موقع ادراك، كان عبارة عن المدن العربية المعاصرة، ده لقيت فيه كمية معلومات ما كنتش اتصورها، انا يعني كنت متصور ان انا متابع اللي بيحصل، لقيت فعلا فيه شوية معلومات انا اول مرة اسمعها، ويعني فوجئت بأنبوبة معلومات فتحت في وشي، فتعلمت منها كتير جدا. في موقع أجنبية الواحد دخل فيها، ايه ده كويس، ايه المحاضرات اللي احنا كانت موجودة في أمريكا، وواحد بينطقها لك صح، والحاجات دي كلها، ففعلا فرق كتير قوي قوي مع الواحد تمام. زائد ان مثلا في واحد خد جائزة نوبل، اظن سلمان خان، سلمان خان ده كان واحد عادي ومش في دماغه حاجة خالص، هو تربوي مسلم امريكي، عمل موقع اسمه اكاديمية خان. الفكرة كلها ببساطة جدا يعني، حاجة لا تتخيلها، ان هو كان قاعد واحدة قريبته بتقول له اشرح لي حاجة معينة، فشرح لها، بس هو كان ليه طريقة معينة في الشرح، ان هو ما بيقعدش يقارنك المعلومة، لا بيديك سؤال وانت تفكر معاه وهو يفكر معاك، طب تعالى لو جربنا بالطريقة دي هتنفع ولا هتبقى غلط، فبيخليك تفكر في الموضوع تمام. كان بيشرح رياضة، وموقع بسيط جدا اسمه مفكرة دودل، وبعد كده عمل موقع خاص بيه، فلما عجبتها كلمت الناس، فبدأ قرايبه واصدقائه بيسألوا مساعدة، فقال لك طب ليه ما سجلهاش وحطها على اليوتيوب، فعملها، لقى ناس كتير، ايه ده، ده مليون واحد بيتفرج، طب هعمل موقع خاص بيا. وبدأ يعمل الموقع بتاعه أكاديمية خان، وبدأ الناس تهتم بيه والحاجات دي كلها، فبدأ الموضوع ينتشر، وفعلا لما بتدخل على الموقع بتاعه بتلاقي نفسك بتتعلم ببساطة جدا، بأسئلة بسيطة جدا. في موقع كتيرة جدا على النت اللي يمكن حصرها مهتمة بالموضوع. موضوع الشهاده بيشجع، مش هو الاساس، بس بيشجع الناس ان هو في الاخر يلاقي نفسه خد شهاده، ويلاقي نفسه التعب تحول لصوره ملموسه. طبعا لو انت محتاج تتعلم احسن، المفروض تقوي نفسك في الانجليزي تمام، في دروس كتير بالانجليزي. بالعربي زي ما احنا قلنا في موقعين كويسين، بس لما تيجي تدور في المواقع الاجنبيه بتلاقي فعلا المحتوى العربي في الموك لسه قليل يعني. فاكر في موقع بدور فيه بلاتش غير واحد بس تبع جامعة في إسرائيل، اللي هو كان اسمه التقنية والمستشفيات الثانوية تمام، فمحتاجين ان احنا ندخل في الموضوع، يا ريت كل دكتور في الجامعة يبدأ يسجل المحاضرات بتاعته وينزلها، ويشوف الطلبة اللي كويسة، ويشوف الناس بدل ما هو بيدرس مثلا في حياته العملية كلها ممكن يدرس مثلا قول مثلا 10,000 طالب، ده هو لو بيدرس في هندسة 10,000 طالب دول في كلية التجارة تقريبا يعني هي دفعة 10,000 طالب تمام، لا هيدرس لملايين، وبعد ما يموت المحتوى موجود على النت، أي حد ممكن يدخل يستفاد منه والحاجات دي كلها تمام. في مواقع كتيرة عربية عايز تعمل الموضوع دوت، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت لأقصى حدود، لأن إحنا محتاجينه. بس هي في نقطة برضو، لو يا ريت لو حد يقدر هيتبنى الفكرة ويعملها يهتم بيها، المواقع العربية لغاية دلوقتي بتعمل المحاضرات مجرد بس كورس شهر ويخلص يعني، لحقت في الشهر ده، لحقت وما لحقتوش خلاص، إحنا يا ريت نخليها طول السنة تمام، ونعملها مثلا ممكن في بعض المواقع بتعمل ايه شهر وشهر يعني، ليه شهر وشهر يعني، انا اقول لاخوانا الموضوع ده مفتوح في شهر يناير، سجل واسمع المحاضرات وخد الشهاده، لو ما لحقتش هنعمل كورس تاني في شهر مارس، هنعمله في شهر
وهكذا تمام، بحيث ايه ان انت تحفز الطالب، لان انت لو سبتها مفتوحه طول السنه هيكسل، وفي نفس الوقت لو انت قفلتها مش هيبقى فيها فايده خالص. يعني في بعض الناس بتروح اي شهر وخلاص، انت لحقته ولحقته ما لحقتوش خلاص. لا انا ممكن اروح فاتحها، ولو في اي اسئله هيسالها الطلبه اللي معاه هيجاوبوا عليها، مش لازم الدكتور. ممكن الدكتور يقول لك والله مش فاضي انا الشهر ده وخلاص، اجاوب على الاسئله وخلاص، خلاص مفيش مشكله، نحط الماده واللي عايز يسمعها كلها وفي الاخر ياخد الشهاده، مفيش مشكله. انا في كورسات كتيره دخلت الموقع لقيته قافلها على الشهاده، يعني مفيش شهاده لان الكورس بتاعه تاريخ انتهى، دخلت وسمعت المحاضرات كلها لان انا عايز الماده العلميه اكتر من الشهاده، واستفدت منها كتير جدا. بس لو في شهاده طبعا هتبقى افضل، واتمنى ان الموقع تاخد بالها من النقطه دي، وان شاء الله اتمنى ان انتوا تبداوا تهتموا بالموك. ادخل اعمل سيرش وشوف ايه الموقع المهتم بيه. والسلام عليكم ورحمه الله.